حلو كتير. ثلاثة انفار شافوا السفاح، صحيح؟ صحيح، بس كل واحد شافه من جهة. تقدر ترسمه؟ أرسم أبوه كمان، بس أهم شيء أجلس معاهم هذول اللي شافوه وصفوا لي كويس. عرفت ذا؟ متأكد؟ إيه شيخ متأكد. أشبه واحد اسمه سعدون ساكن في الحارة. كذا أبشر بالخمسة بالمية. هذا بيت عيال مع عائلة؟ لا الحالة عز الطلب. هذا هو؟ إيه هذا هو يا جماعة، هذا شكله مجرم. نفس الصورة، كفو مرزوق. يا أبويا الوضع ما يطمنينا، أنا خايف الصراحة، أستأذن. أجل تبي مليونين باردهن برده يا تنكة، عشانك رسمت لك صورة يا بيكاسو. حبيبي أنا حق أخذه كامل مكمل، مو عشان لقيته رأي الصورة تسوي حركات تسحب عليها. تبي الدراهم؟ اللطع بذا. واضحة وصريحة، دام اشرى الساطور معناته بيضرب ضربة الليلة. بسأل سؤال، احنا ايش قاعدين نسوي هنا؟ نروح نراقبه ونمسكه ونتلبس؟ لا، هو دايم يسوي جرياته بعد الساعة 12. الساعة 11 وصل الحين، ما بقى شيء، وش نزين؟ اجل مشينا يا عيال، بس وشو؟ نلتزم بالخطة. معنا يا نمس بوند، وانت عزوز معنا؟ لا انت روحوا معكم الرحمن، انا همك انتهى. هذا نظامك، خلك. يلا عيال مشينا. الو ايوه زكي كنبة اسمع، ابغاك تجيني ضروري. ها برسل لك لوكيشن، تعالي انت والعيال ضروري. أمانة تعالوا يلا سلموا لي. وش السالفة؟ ايه وش ذا الحظ؟ شكل الحارة كلهم قفطوه. تأخرنا حنا، قلت لكم نطلع بدري، ما سمعتوا كلامي. مشينا يا عيال. وش السالفه يا حبيب؟ السفاح. ايه ادري مسكوه. لا قتلوا المسكين سعدون. هم عاد من جدك؟ اي وش اجل بمزح معك، خويك انا. يا أخوان أصبروا، هذول هم اللي كانوا يراقبون سعدون، وأكيد هم اللي قتلوه.